الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأنتم حين بلاوي إن شاء الله كتاب سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه هو كتاب حديثه وكتب السنن كاملة. وحان أبوري محمد بن يزيد بن ماجه الأبوري دون يقان أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. محمد بن يزيد بن ماجه يقول شيء سنة مطوعة على رب غولي السياقي في جرية أو فرسان سيدات بغلواتني أفركي ميلادية. وكل شيء قرية اللي إذا هذا قزوين وحضر قطة على إيران بعد قطة الله ويتكلم دولة الإسلام على ضرب الإسلام وحيق صوت من التحليل لعثمان الله فرطي مركي دي غرانة وحال لو يقاني كشوين بل لو يقاني لكن مركي ماشي عرفت اعتمادي لفظي ويسكع على ووري قاف كيف أقاف لبوب الدلي شين كينا الزعبة لبوب الدلي فأصبحت قزوين فكتب وحنا قلت قزوين أخرى قرني صدحات هجرية مقال أنا قزوين يعني وحنا قلت عاصمة منبع الإسلام وعلم الوصول دونتو قالها وحيات ومشه رودي علوم الحديث وحنا قصوا بحي بلا المحددين تكملها يا قصوا بحي وحاكمينها حقي قصوا بحي الحافظ علي بن محمد أبو الحسن التنافسي وابنتي صلاة مرقها لوضع وصدني في دوري ولماذا قصوا بحي ووينين تكملها وحاكمها كملها ولماذا قصوا بحي الحافظ عمر بن رافع البجلي هيا كمل هرج أصناع علماء هيا كسوة بحي جوي قال نوع عاص علمي قاح ويقزوين نقطتين ايد نقطة دار علمي هيا ابن ماجه أو رشاي لابد يكون يسغال كي لابد يبغض يسغال كي كفر بار كي واس كفر بار أنا وما الحرع علمي ما يستاهي نور قرنا ما يسكي جوي علميها قرد نشاط فتوب أغوتي قرد نشاط أغوتي شاخ أغوتي ليسا جودة نوع عاصمة ابن ماجه قصوة برداري إسلام أنت بقول بحث في القرآن كأي بحث في ابن ماجه فنون تحديث كان علماء دي جوك تقزوين أيو قاقاتي واحد بضانا حديث تقمد أنا واحد واحد في قزوين أيو قاقاتي إنت أمدو أسميه وإن بضان علماء دي قزوين جوك تقصوين مالي ووحو قاقاتي أي وقلت ما يعلم يسين وسيكم بيستوب وطرحوا يا سفر انتو قوا سيدي فرامبع علماء ذا يسمين كشرين شنو ملاك ملاوين كانوا علمي وقصوا بعض يوم التطبيقنا هي حديث كان أيوة صلوات الله وسلام عليه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة لكن طريق قاضة سوى أولادنا هي علم الإلهي قادتان كأو طريقي قاضي أما علمي ها هلا أن يسهلني فأنت كلية مفاديه والله سبحانه وتعالى هو أسرية طريقة جنة المقال الله كان جابي أما طبيعته علماء هو يكمل هاي ولذلك البخاري وحقوق بابا يستي في صحيحه وحقوق بابا يستي باب الخروج في طلب العلم بحيث أنك بحي علم اللي أنت حي مقاسه وحقوقه أصغر جابر بن عبد الله بالقدم وميل وسي سعد هل حديث كذي مساقط وبالقدم وهل حديث وصل وجابر بن عبد الله هل حديث مبلا وسي سعد وكذلك وحي العلماء صاص بهاي ويبيعج تي ومركا ابن ماجه سوى تطبيق دنيا اي عزك دي ينبحو صارت كما هو هذا وبقول يا صدم يجري وافق